مرحبا، اعزائي، ايه بتمنى تكونوا بصحة جيدة. برحب فيكم مجددا على الفريجرنس وليك لبنان بيروت فريجرنس باشن. كل شخص جديد على القناة بتمنى عليه يعمل سبسكرايب. اذا سمعتوا اصوات قوية، هذا الرعد برا. نحن بقلب عاصفة بلبنان، في امطار غزيرة ومنخفض جوي، فالطقس عاصف برا، مشان هيك اذا سمعتوا اصوات ما تستغربوا. موضوع الفيديو اليوم راح يكون عن عطر رخيص وحلو كتير، من شركة كوبا. هو كوبا برستيج كلاسيك، اوكي، هذا هو العطر. هالفترة عم بحكي عن العطور الرخيصة لانه نحن بوضع اقتصادي مزري بلبنان، حتى العالم كله مأزوم بعد كورونا، بعد الحروب والنزاعات اللي عم بتصير، العالم كله مأزوم، ما حدا مرتاح. عشان هيك عم نحكي عن العطور الرخيصة بمتناول الجميع، نقدر نجيبها ونكون راحتنا حلوة من دون ما نتكلف كتير. اوكي، كوبا برستيج كلاسيك. انا عندي البرزنتيشن هيدي، اوكي، اللي بتيجي جيفت سيت، يعني مثل او كوفري بسموها، بيجي فيها العطر مع زجاجة تانية بتيجي 35 ملي. هذا العطر بيجي 90 ملي، اوكي، من نفس العطر. اوكي، هي العلبة الأساسية بتيجي تنك عليها نفس الشيء، هذا مثل جلد التمساح. اسم العطر هون كوبا برستيج كلاسيك، معلومات من ورا كوبا اوريجينال باي بارفان دي شان. هي شركة بتوزع عطور الكوبا، الشركة اللي بتصنع الأساسية اسمها بي سي ديزاين، هي اللي بتصنع كمان عطور للنيو براند والشيك اند جلام والبيجو بارفان، نفس الشركة الأساسية. واللي بتوزع اسمها بارفان دي شان باري. هذا هو البرزنتيشن، اكيد لاحظت الصورة تبع الأساسية اللي بتجي علبة تنك. اوكي، بقلبها بيطلع لنا هيدا الشيء مثل السيجار، شكله هو 35 ملي من نفس العطر. هذا مشان تاخدوه معكم، اوكي، تاخدوه معكم بالشنطة عالشغل، بتحطوه عندكم بالجرور المكتب، ترجعوا تستعملوا منه العطر خلال النهار. هيدا البرزنتيشن السي، الغطا بلاستيك بيشبه علبة السيجار او العلبة اللي بنحط فيها سيجار، الاتوي تبع السيجار. افرجيكم مثل هيدا الشيء، تقريبا هيدا الستايل، بيقولوا له اتوي، هيدا بنحط فيه 3 سيجار. اوكي، بلاستيك اكيد، سبراير ذهبي على كوبا من فوق، وهذا الستيكر هون وستيكر من تحت. اوضة تواليت لنا 90 ملي، السبراير برش هيك بوزع رزاز، ريحة كتير حلوة. هذا العطر مباشرة، هذا ما بيركب الا بهذا الاتجاه. ريحته بتشبه عطر كتير معروف من فترة التسعينات، 96 يمكن، هو تيري ميجلر ايمان، من تيري ميجلر. اوكي، هذا القطر هو بديل ل ايمان، او شبيه له بشكل كتير متقارب، كتير بيشبهوا بعضهم هالقطرين. اوكي، ما رح فوت بالنوتات، بس تقدروا. هذا بكره له السبراير تبعه، ابشع سبراير بتاريخ العطور، بعد ابشع من جاك بوغارت. اوكي، ريحة كتير قريبة بشكل رهيب. اوكي، كتير بيشبهوا بعضهم هالعطرين، بتشموا اكيد اللافندر، الخزامة، الاكليل الجبل، الشوكولا مع الكراميل، الباتشولي، العنبر والفانيليا، كتير كتير في تشابه. اوكي، اللي عجبني بهذا العطر رح احكي عنه هلا هو الاداء، هذا اللي بهم الجميع. فاجئني صراحة ادائه، عم بيعطيني ساعة ونص فواحين جيد، و5 لـ6 ساعات ثبات هو اكتر عم بيعطيني، بس رح اقول 5 6 ساعات رائعين ممتازين، وبيسحب معكم لـ8 ساعات، بس انه خليني ما زيدها، هي 5 6 ساعات رائعين. هوريك بلش يضعف، بس انه ضل تقدروا تشموه على حالكم بشكل واضح بالحدود 6 ساعات. اوكي،
فصول اكيد الشتاء والخريف، والشتاء احلى قطر دافئ لانه هيك وسويت ومن نوع الجورماند، يعني تحسوه بيتاكل لدرجة معينة، وراح يعطيكم اطراءات. بحس عندي احساس 90% انه بيعطي اطراءات، ما اخذت عليه اطراءات، ما لبسته كتير، حتى الايمان ما كتير لبسته، يعني له فترة عندي وما كتير ارتديته هذا العطر بسبب السبراير تبعه اللي بلاقيه عاطل جدا اساس، يعني من لا بكره البسه لانه السبراير تبعه مش منيح، ما بحب، ما برش مزبوط، شوفه ببرش. هذا حقه $15، السبراير تبعه احسن، هذا حقه مع بالكاد بتلاقوه ب 50 $55، ايام بتلاقوه باكتر، يعني اقل شيء بتلاقوه ب $50 هذا الانجل الايمان. اوكي، ف بينزل العطر من قلب البلاستيك، يعني سبراير عاطل. اوكي، بس ريحة رائعة. اوكي، هذا هو كيوبا برستيج كلاسيك، اكيد عطر بنصحكم فيه اللي بحب الايمان وبيكره السبراير تبعه، يجيب كيوبا برستيج كلاسيك. اوكي، أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب، ونشوفكم بفيديوهات جديدة.